اوب ركزوا معي كيف حبايبي كيفكم شرط كيف شرط كيف مركزولي على هالإضافة الجديدة راح تنزل باللعبة عن جد إذا أنا هذا اللي أنا شايفه واللي أنتوا شايفين مع بعض أوكي أنك تصير في شيء اسمه راح يكون باللعبة ركز على الزاوية وما راح يصير في شيء اسمه تمويه حبيبي والله انا لا حبايبي الكرام كيفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس انا لا انتم ترون عزيزي الكرام اكيد شفتوا وش اسمه العنوان اوكي سم مطورين يعني شيء جديد يعني راح ينزل عنا هون اوكي وراح نشوف مع بعض اليوم ان شاء الله شباب اهم الاضافات راح تنزل بالتحديث الجاي اوكي طبعا دائما كل عاده بالسيرفر المطورين لما ندخل سيرفر المطورين يعطونا الاشياء هذول مثل ما انتم شايفين هالاشياء اوكي تم رمزهم ارتفع عنا مستوانا حركات بركات اوكي وعنا هي اول ما دخلت عليها يا شباب دخلت على سيرفر المطور قلت لا هي لازم ادخل اشوف شو وضعها هي شو وضعها هي بدي افهم شو وضعها يا جماعه هي لازم افهم شو وضعها اي شو الموضه شوف هذا شوف سكن المهاره اها ايوه اوكي طبعا هون حبيبي والله طبعا هون الشيء اللي فهمته شايف في اضافه جديده اوكي يعني غريب عجيب يعني هلا هون الشيء اللي فهمته انه راح ما بستغرب راح ينزل اشياء لكل شخصيه شيء له حبيبي والله حبيبي والله كده اغلبكم حبايب صراحه انا صار معي صدمه كبيره اوكي فكرت انه هي شغله كده يعني شغله اضافيه تقدر تستخدمها متى ما بدك عشان تستغرب لا طلعت معلم حبيبي والله المهم يعني والله انا مو بدخلت قلت لحالي هيك بس ولكن اوكي المهم طبعا هي شباب عباره عن اضافه للويكونج اوكي هي اول اضافه معلم يعني هون ويكونج اوكي نعمل له هيك نشتريه اوكي رح ناخذ الويكونج ايه هذا ويكونج تحتاج مثل الماس عندي جواهر وين جوهر يعطوني جوهر بالعاده معلم اصبر في الاحداث اها هون 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 يا معلم هون اصبر شوي وين الشخصيه معلم نجيب شيء وينها ايوه 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 خزنه الرقصات بالرقصات لا بسكن المهاره اوكي بسكن المهاره هون بالوين كونغ الشخصيه ال 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 الارض الارض هاي اضافه حلوه صراحه هيك عم يعطونا كل يعني هلا هذا بمناسبه فصل الشتاء صار له سكن المهاره تبعته شيء حلو تمام التمام والاضافه الثانيه شباب دخلت لانها كان عشوائي كما ترون اعزائي صار في اضافات باشياء جديده يعني اشكال بالكلان تغيرت اشكالها مثل ما انتم شايفين اوكي عن هون القائمة كمان عن الاصدقاء اختلفت عن اشياء متغيره كثير حروب الرابط الحرب الجاريه وما اعرف شو جوائز موجوده معنا هون اوكي شيء مرتب هي ما اعرف اذا كانت موجوده من قبل ولا بس ولكن يعني شفنا انه في اضافات حلوه يعني شيء اللي فهمناه يعني صار في كثير من التغيرات للكلان وواجهت الكلان مثل ما انتم شفتوا معي اوكي والشيء اللي فهمته هون على اليسار راح يكون في حروب رابطه الحرب الجاريه ومعناتها صار في راح يصير في حرب بين الكلانات حبيبي والله اضافه حلوه صراحه وراح نستكشفها ان شاء الله يعني ما ينزل التحديث حروب رابط الموسم الاول اها راح يصير في رانكد للكلانات يعني ترى هي شغله حلوه اوكي بس خلينا ندخل بس نجرب على السريع مساحه تدريب نشوف هالوين كونغ اوه ماني محمله حمل يا جدك خلينا ندخل ونشوف ليتس جو اوكي طبعا هذا الوين كونغ معلم ترى انا ما مزبط العدادات هون الله يستر المهم بس حابب اشوف شلون الوين كونغ راح يصير شكله يو فرج لا حلو فرج يفرج معلم يا جدك هاي شنو لا حلو اضافه حلوه والله بطول كمان ترى طولت مع ان الشكل الظاهر معدل على التعديلات على الشخصيه اوكي هون عندنا شخصيه جديده اسمها اغنيس طبعا هالشخصيه انا صراحه بلشت اشك يا جماعه فاهم انا دخلت على اللعبه من شوي شفت بشفت الشخصيه بهون هناك اوكي في هالشخصيه وفي شخصيه ثانيه كمان وين هون هي هون عندنا شخصيتين صراحه شخصيتين اثنين نشط طبعا انا هي اغنيس يعني والله ما عاد افهم هي ما بعرف ذكر المهم شباب في هون شيء بالنسبه لي انا شاب منه ما بلعب كثير باللعبه ايوه هذا اللي اقول صلي يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم هذول مو مبينين معي المهم باختصار عندنا هي اول شخصيه هون عندنا سراب اللعب عندنا شكل الحاجز من اللعب عرض 10 متر ويستمر لمده 8 ثواني لما يستخدم العداله زي ما يرون عبر الحاجز يستلقون تاثير حرق تركت ضرر اوكي طبعا شيل فهمنا ادخل جرب افضل نفهم افضل شيء واحد يدخل جرب اوكي هاي هيك شكل الشخصية لا باين عليها شخصية جديدة يا جماعة اوكي هون معلم صاحب اوه من هون حاجز نار الظاهر لما اوه
اها اوكي. لا هاي لا هاي جديده، هاي مو مبين مو لا 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 انا متاكد هاي مو معدي علي ابدا، يعني الشخصيه هاي ابدا مو معدي علي. قرر طبعا هون هون يشكل حاجز بيرمي لهب. اوكي نرجع جرب ندخل على نضغط على نضغط على الشخصيه هيك اها وهيك تختار الحاجز اللي بدك اياه تستخدمه. ايوه اوكي ندخل نجرب جوال داخل شوف الحاجز شوف شوف. اوكي با 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 مشريك مشريك يخرب بيتكم من اول تاسبر. راح نشوف هل الجدار هذا شو راح يسوي له. ول عدد بط يا زلمي يا زلمي اصبر اصبر انا بس نظبط عداداتي بس نظبط عدد اصبر خلينا نشوف نجرب هذا الجدار نعمل هالجدار لنشوف شو وضع الجدار. اصبر تعال 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 شوف كم راح يدمج. اوكي اوكي في حدا راح يدخل هذا الجدار ولا شو الجدار مو مبين. اها 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 ما في حدا إيه. اوكي نشوف هذا الجدار معلم حطينا الجدار نشوف شو راح بيصير. اوه قتلته عم يدمج 30 معلم كيش عند الجدار ايش هو قرب عم يدمجوا عم يدمج واحد عم يدمج معلم وال وال عم يدمج يبكي من تحت من فوق الله اعلم. المهم والله شيء تمام ايوه يعني اوكي اوكي تمام مو قصة الفكرة اوكي ايوه يعني شيل فهمناه يا شباب اسمع كيف بنعمل جدار هذا الجدار معلم بيعمل دامج 30 ضرر بالدمج معلم وشيل اللي فهمته كمان اوه بيضرر تمام. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو رايكم بهالشخصية الجديدة يا جماعة ترى هي شخصية مش ماشي اوكي اتس اوكي ماشي حالة اول مرة بشوفها بس هيك هون عندنا الشخصية الثانية هون كمان شو هالشخصية الثانية معلم هون عم يطلق عن كابوتن متفجر بقوة واحد نقطة صحة تجاه الهدف يستمر 30 ثانية يتحرك الامام بسرعة اوه لا هي معلم ترى اوه هي لازم ندخل نجرب وبدي اياكم تكتبوا لي بالتعليقات طيبين شو رايكم بهالشخصيتين يعني هالشخصيتين هون الامام عيوننا يعني معلم ايش بي هذا ندخل نشوف هون نجرب هيك على الخفيف. طبعا هون الشخصية باين عليها يعني غير فهمت علي شلون وين هون طبعا شباب عندي لكم خبر مهم عندنا الاكس ام 8 اوكي الاكس ام 8 الاكس ام 8 وهالسلاح هذا اوكي زادوا له دمج الدمج تاعهم يعني يعني صاروا شيء اضافي عليهم ايجابي فهمت علي ولكن اليوزي هذا اليوزي والاوزي الاوزي الاوزي والشيدجين الشيدجين ايوه وسلاح تي ما اعرف شو كان اسمه ذاك الار جي اس 50 مخفضينه فهمت علي شو لكن بمناسبه هذا بما انهم معدين عليه ندخل نجربه خلينا ندخل نشوف الشخصيه هين تضرب اوكي لازم نعير اوكي لازم نعير اوكي ندخل نجرب نشوف شخصيه نشط هاي طبعا نجرب داخل اللعبه نشوف وضع شلون ايوه اسمه نشوف التبس هذا ال ايش هذا شفتوا درون نزل درون اوكي بس هو في درون موضوع فيها درون خلينا نستغل الفرصه ونشوف شو تغير بهذا الاكس ام 8 25 اكتب هذا السلاح ما في ما فيه ولا يعني مو ما فيه سكين سلاح يعني على حاله ويلي. اوكي طبعا عندي هون عدادات معلم حبيبي والله زباله بس ولكن الدرون هذا الشيء اللي فهمته يعني بيجي حوالينا اصبر نرجع عدادات الدمج ولا شلون؟ واحد حاطط الدرون تبعه اوه مش اوه هرب عليكم شوف هذا الدرون الواحد حاطه اوكي 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 عم بتحط عنكبوت في مثل عنكبوت وحواليك تمام لا 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 بشريك لا 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 اصبر اصبر شوي بدنا واحد يكون قريب علي او نقرب عليه اصبر اصبر نجرب نحط هيك اوكي اكله جمد الظاهر معقول لا اصبر لازم نروح عند الشخصيه ونفهم الوضع معلم يا اخي حاطين جريده يا جدك يعني يعني حبيبي والله المهم باختصار عم يقلق بيطلق عنكبوت يعني مثل درون اوكي بصحة اتجاه الهدف اوكي بيستمر 30 ثانيه يتحرك امام بسرعه 2 سنتيمتر 10 ثواني اقرا على زر المهاره لايقاف الحركه العنكبوت استنى يسبح العنكبوت على حدد في نطاق 5 متر ويوقعهم في الفخ ويتسبب في نزيفهم لمده 4 ثواني وسينفجر العنكبوت بنفسه على الفور عندما يوصل الى مده المهاره اوكي يعني باختصار معلم مثل اللغم بتزته في اللعب وبيمسكه وما بيخليه حبيب والله بيخنق وخنق طبعا حبايبنا شفنا كثير من الاضافات مثل ما انتم شايفتوا معنا كيف كثير اضافات حلوه صارت شخصيات جديده الكلان تغير طبعا اضافات رح تبين اكثر وقتا عندما يصير في التحديث يعني حبيب والله باللوز دايم هي كانت تغطية خفيفة لطيفة عن هذا التحديث ان شاء الله استمتعتوا معنا تغطية خفيفة لطيفة وان شاء الله مع المستقبل نشوف التحديث شلون بيكون وان شاء الله باللوز